موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع روكت ليج جديد. قبل ما يبدا مقطع، لايك، اشتراك، فعل زر التنبيهات، لايك اذا عجبكم المقطع. طبعا كود الايتم شوب في اس ال موقع روكت ليج اكستشينج، الرابط في الوصف. الشيء اللي بنلعب فيه اليوم اللي هو المكلارن. يسمونه مكلارن، انا كنت اقول مكلارين لكن مكلارن، اتوقع ان اسمها مكلارن، ان شاء الله انه صح. هذه السياره قد نزلوا زيها بالضبط لايتم شوب وشريتها وسويت عنها مقطع، لكن الحين هذا النوع من السياره نوع ثاني مره، فصح انها تتشابه شوي ونفس النوع السياره اللي هي مكلارن، لكن قلنا بنجربها معكم. لا تقصرون بالدعم في هذا المقطع، خلونا نبدا بسم الله. طبعا قبل ما نشتري السياره لازم نحط كود في اس ال في الايتم شوب، وطبعا الكريدت تقدرون تشترونه موقع تلقي سينز ارخص من اللعبه. خلونا نفتح الباكج قبل ما نبدا، يمكن يطلع لنا سياره امبورتي. اوكي ريت، الحمد لله على كل حال يا شباب. نرجع للايتم شوب وجيب السياره يا ولد. ركزوا على كود في اس ال الله يسعدكم، لانه مره يفيدني سواء فرق ليج اكسشينج سواء في الايتم شوب. ادري شغلتكم، بس كثيرين يشترون اشياء وينسون انه ترى في كود ايتم شوب، ترى في اشياء زي كذا، لان الكود اذا حطيته يروح بعد 14 يوم. قليل يتذكر هذا الشيء، وسواء كودي ولا كود اي واحد من صناع المحتوى. بسم الله نشتري السياره ويا رب. اوكي تو اول اكوب ناو، كل شيء نحط. أوكي. والله لونها رهيب كذا صراحه. الازرق حلو، بس هذا مع اللون الاسود طالع فخم مره. يا ساتر، الله يرزقنا بالحقيقه ان شاء الله. قولوا امين، قولوا امين تحت الكومنتات كلكم. امين امين امين. والله العظيم ودي كذا بسياره الحقيقه، الله يرزقنا جميعا ان شاء الله. نخشكم، باقي لنا 5 ايام. طبعا انا خاش الحين الحساب من الصفر، راح نخش 3 فيرس 3 اوكي، عشان ما نخرب الحساب من ناحيه 2 في 2 وزي كذا. الشيء الثاني اللي تابع من الصفر، انا بديت اللي هو الماوس والكيبورد، فما نبغى نخرب هذا الشيء. نسينا نعيد الاعدادات من الصفر، فهذا الشيء اللي تسويه وانقهرت اني ما سويته في الحلقه اللي راحت. فباذن الله الحلقه الجايه راح نعدل اشياء على حسب كم الرانك اللي وصلنا. فبسم الله خلونا نبدا. اسمع يا ساتر الصوت، اقسم بالله طرب، اقسم بالله طرب، يا ساتر اقسم بالله يا طرب، والله العظيم ما توقعت صوته كذا، يا ساتر. بسم الله روح يسار. لا لا لا، يوه يسيب. اوكي المشكله بيخربون علينا كل الشتات اخوياننا، لان 3 فيرس 3 ما قد خشيتها ابدا، فالنقاط 600 بس. والله العظيم ما ابغى يزرف هدفي. اوكي نايس. اوه لو حرام حرام ما تجي، والله يسار بنش اليم. يا ساتر والله بنشها. لو لا لا، هجت السيارة هجت. يا ساتر القم. اوكي نايس شوت. قاعد تجيب هدف على مرمانة عشان قلت اتسيف. ليه؟ ما اقدر يزرف، ايش فيه؟ جي ولا بلاي، جرب كاجول، الوضع كذا ما يسمح ابدا. روح يا خوي نحاول نحده هنا. اوكي اوكي نايس شوت. شعره واصدمه، شوف كيف؟ والله صدها يا الله. نايس يا خوي نايس، خلينا نشوف ايش يسوي. ليتني ما شفت ايش يسوي، ليتني. الله اعطاه مسست هنا. اتوقع انه ما معه بوست، اتوقع يعني. اسمع لي يا خوي. خوي نافق ليه؟ والله قهر. الو ايش في العارضه؟ هذا رجع ولا ايش؟ اوكي كاجول، وحتى يقطع ام الدبل تاتش. يقطع ام الدبل تاتش اللي صار. اكلب دبل تاتش في الحياه. اوكي مساعدة الخصف، يا سلام احب الهداوة اللي كذا. للأمانة السيارة إلى الحين إلى الحين فيها خفة، يعني ما هو مثل السيارات السبورت زي اللامبورجيني زي هذه السيارات انه ثقيلة، هي ثقل ذيك السيارات، بس اقسم بالله هذه خفيفة بالنسبة لي انا. طيران على الارض كلها حسيت انها ما فيها ثقل ذاك الخايس اللي يخرب ام اللعبة او يخرب ام السيارة. هدف؟ لو نايس نايس يجي. الو وش ذا؟
شو رايك بنلعب جيم واحد كذا كومب 2v2؟ احس انه بيكون يعني جيم رهيب، وبعدها نروح مثلا دروب شوت ولا نروح اي شيء ثاني. يعني باقي لنا 5 ايام وتصنف، خلونا نجرب يعني جيم واحد بال2v2 ونشوف كيف الوضع. ما ادري مين بيدخلني معه، يعني هل بيدخلني مع تشامب ولا دايموند؟ الامانه ناسي وش وصلت اخر شيء. والماب الكري ليه؟ السلام عليكم، بسم الله وعلى بركه الله. امشي روح يا خوي، تكفى روح. ايش قاعد تسوي ذا؟ والله ضياع. يعني ونايس ايزي بيزي ليمن سكويزي. تباليتك الخايسه والماب الخايس، ليه كذا؟ ليش اجتمعوا هذه الاشياء مع بعض؟ ليش ما ادري. لا كادت اخوي مرتعت فيها، قلت والله لاكمل بوست لين ما خلاص المس الكوره. كفو، حلو 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 حلو، اهم شيء المحاوله. ايوه كلوز ون ما في بوست، لازم ارجع. خوي شوت. اوكي يقطع بوست قهر حق الهلوين. الجو الو، حرام والله حرام، ما ادري شو اصدق. الو كل واحد يرفسني، ايش فيه؟ تعال علمك الرفس كيف. لمسه بس تكفي خوي. كلوزون خوينا. اوكي ما تاخذ كوره مره ثانيه زي كذا. اوكي يا حبيبي الحظ والله يا زلكت. الطيران كويس بس في الارض ماشي سيئين، ما ادري ايش السالفه. ما في رانك بوست. ايش دخل رانك؟ والله لمسه حلوه. يلا يا خوي. حلو ماله. نايس شوت والله ما في بوست، ولا خشيت زي الناس. والله نايس يعني صراحه، يعني كان فيها تيمورك وجربي. حلو اوكي ما في بوست الحمد لله. قول لا خفيفه. بطل يا اخوي، بطل. اوكي تيك ذا شوت. والله اعطينا موجه، والله قاعدين نستهبل. تبون هدف من البدايه يعني كذا؟ والله حلو، والله خوينا مو موجود. الو جت الله مع الو. دبل تاتش من ذاك الموقع. شفت ان اللي ضدنا محظوظين والله صدق. هذه لمسه ثانيه مو طاقه ان شاء الله. لا طقها. اوكي بس كل شيء شكرا. اوكي حلو لو داري ان بزياده الهدف مخيس، ما لعبت من البدايه. وش الهدف؟ لعب دروب شوت جيم واحد، يعني ننوع من سالفه الكومب وما كومب وكاجوال. ان حساب من الصفر، ما نبغى نخربه يا شباب. بيقول ليش ما شريته في حسابك؟ ما ادري ايش حسابي، اي يشتري وعي يسوي اي شيء. اضطريت اني اشتريها هنا، تريد عندي ما ادري ايش فيه، حتى ما هو مفتوح. امشي والله من زمان اقسم بالله دروب شوت. الو ما ودها تسكا ذي. ايوه تنفجر لمسه بس. يا عيني يا خوي. تكفى المسه تكفى. لا يا شيخ. الو كويس انها ما تكهربت، ما ادري ايش صار. اوكي امشي. تكفى لمسه يا عيني. لا ما تجيب على المروانه، تكفى ما تجيب على المنطقه حقتنا. امشي البلوك يا ساتر. تكفى والله اللعبه ذي فيها حماس، اقسم بالله انه جامد. اذكر اول كنت قبل 4 سنين تقريبا، ما ادري كم سنه صراحه، يعني 3 أو 4 سنين كنت العبها لعب بشكل جنوني اقسم بالله. احب اللعبه ذي. اوكي بس ما احب الاخويا اللي زي كذا. الو ضغطت كل شيء انا. ان شاء الله هدف. لو تكفى. لا طيب انا موجه والله، لازم اجيب هدف. شعل له ان شاء الله ما يطقها. لا طقها. الله اتركها نايس. الله يا عمري يا شيخ. والله لمسه. شكرا خوينا اللي فجر واحد، شكرا. ما ادري من تفجر بس اتوقع ان خوينا فجر واحد ان شاء الله يعني. لا صدمني قار يا عيني خوي. لا شو تكفى. لا والله جلدونا جلد. والله بغى يصدها كلوز ون. والله بغى يصدها هنا، شوف كيف. او صدها. اي والله صدها بس ما في خلل يعني شباب. تكفى عيني. اوكي بترجع لي.
فلقتها ما ادري ايش صار، كيف صارت برتقاليه ما ادري ما ادري. لا لا شعللت شعللت، تكفى تكفى شعللت. يا ساتر اللمسه، يا ساتر تكفى. لا 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 تكفى خوي. الو لا تكفى تكفى تكفى. لو شطفة يقطع ام القار كاتب شعل. لا والله قهر، اقسم بالله قهر. ايوه صارت الدنيا عندها. لا ساتر. سيف 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 سيف. هدف ان شاء الله، هدف هنا، هدف هنا ان شاء الله، هدف هنا. تكفى اخوي انا تكفى. الله اني حسيت. ان شاء الله ما تجي، ان شاء الله ما تجي. يا عيني والله شكرا على السيف، شكرا على السيف. لا 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 هذا مو بسيف يا خوي. شو وضعك يا خوي؟ شو وضعك هنا؟ شو وضعك؟ علمني. شو خوي هنا؟ بطقها انا بالجهه الثانيه، راح طقها في جدار اي شيء. شعللت 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 شعللت. تكفون هدف ثاني، بس هدف ثاني. تكفون والله انه ايزي والله. ايوه ثاني 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 ثانيه. ملف شكلك قاعد تتمشى. اوه توني لاحظ، اصبر سيارة واقفه. مع كل ضغطه بوست الجناح يرتفع. دام والله توني لاحظ. هذا جيم كاجوال الاخير وبعدين هنا المقطع، فاذا عجبكم الى الحين المقطع لا تنسوا لايك. اكتبوا لنا تحت في الكومنتات هل تحبون سالفه التنويع، يعني نلعب دروب شوت مثلا، نلعب رامبل المرات الجايه زي كذا، ولا تبون كلها كومب وتعريق ومدري ايش وخوي مفك. يو هدف جميل، افضل هدف المقطع تقريبا صراحه. ما مشيت فيها مشي كامل، اتس نايس والله نايس. كان يقدر يصده صراحه الحارس، كان يقدر بس يمكن ابلك يمكن ذا، بس اوكي. ايش طر الطيران زي كذا ما ادري، والله ما ادري. احس اني اوه نايس شوت والله، والله احس اني قاعد اجيب العيد وجانا هدف. والله بنج سليم، شوف البنج. صح انه ما قصدوها ابدا بس نايس شوت. اوكي جريت، بس والله توقعت يصدها صراحه، لان شوتي خايسه زي وجهي. يلا خوي عطنا عطنا كوره حبيبي. انا سجل جريت، بس انا سجل، ابغى اوفر تايم الحين ما استمتع. يلا اعطيناهم وجه، اعطيناهم وجه. يلا بسم الله، يلا روح يا خوي. يلا 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 اوكي قلت لكم نايس شوت. الله نايس شوت، اسست من ذهب يدرس في كل الكتب. يعطيكم العافيه على المشاهده، ان شاء الله استمتعتوا. للامانه السياره صدمتني، صدمتني انها خفيفه والله العظيم، اني متوقع اثقل للامانه مقارنه باللامبورجيني والسيارات اللي استخدمتها. سيارات كثير شريتها بس هذه من الاخف تعتبر، ما هي اخف واحده بس من الاخف. يعطيكم العافيه، ان شاء الله استمتعتوا. اللي بيشتريها من الايتم شوب قبل ما تروح، مو قارك تلقي اكسينج عندهم كريدت ارخص من اللعبه، فاذا تبغى تشتري تاكد ان التريد مفتوح عندك. كيف تاكد ان التريد مفتوح عندك؟ اشتري بس 500 كريدت، يعني تروح هنا تضغط مربع اللي هو باي كريدت، تشتري 500 كريدت هذه اللي ب 19 ريال تقريبا، وبعدها ينفك عندك مدى الحياه في الحساب، يعني في حساب واحد. طريقه انك تفك 500 كريدت وخلاص تسوي اي تريد في العالم. فيعطيك العافيه، وافتح تريد عندكم ان شاء الله قريب باذن الله، ان اذا قدرت نبي يكون فيه جوائز لكم وزي كذا، واسلمكم الجائزه من التريد. يعطيكم العافيه ونراكم على خير في امان الله. سلام.